مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الآن، عدنا إليكم في فيديو جديد من مدينة الدار البيضاء. احنا اليوم بضيافة النقابة الوطنية مستقلة لمهني سيارة الأجرة والنقل. المشكل الذي أصبح يعانيه السائق المهني، محيلتو الروسيتا، محيلتو في القضية اللي ولات اليوم هي قضية ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اللي ولا من نهار خداو البطاقة المهنية ولا كيتكا عليهم بمبالغ كبيرة، 5000 درهم، 9000 درهم، 11000 درهم. السائق المهني كنعرفوه ديما انه كياخذ واحد المبلغ، يعني عنده واحد القوت يومي ديالو، عنده خاصو يخلص الروسيطة ديالو اللي هي 250 درهم حتى توصل حتى 300 درهم، عنده عاوتاني عنده قضيه ديال المازوت وليسونس شحال خاصو يدير، مجموعه من الامور. اليوم كيتفاجئ السائق المهني بالقضيه التي عثرت ضجه، قضيه ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. اليوم معنا عبد الحق مؤمن، الكاتب العام للنقابة الوطنية المستقلة لمهني سيارة الأجرة والنقل، اللي غيكشف لينا كيفاش تعاملوا مع هذا الوضع والتفاصيل المثيرة في هذا الموضوع. السلام عليكم سي عبد الحق. السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الحق مؤمن، الكاتب العام للنقابة الوطنية المستقلة لمهني سيارة الأجرة والنقل. من هذا المنبر كنشكر القناة اللي حاضرة معنا في هذه اللحظة هذه. سأعبر عن معاناة السائق المهني الذي أصبح يعيش وضعية صعبة مع ارتفاع الأسعار المواد الأساسية والمحروقات، لهذا بات من الصعب عليه تحمل النفقات الأسرية كتوفير التغطية الصحية ومصاريف التطبيب، إضافة إلى دفع أقساط السيارة والسكن وما إلى ذلك. أما الأمر الذي أصبح يشغل بال السائق المهني هذه الأيام هي الديون المتراكمة والمجحفة في حقه ومن طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاسينيسيس حول التغطية الصحية الإجبارية آمو. ونحن من هذا المنبر ندعو إدارة لاسينيسيس إلى استحضار البعد الاجتماعي للسائق المهني المقهور قبل معالجة هذا الملف الذي يعتبر ورشا اجتماعيا هاما أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده من أجل ضمان الحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع المغربي. لهذا نطالب إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما طالبناها هي والجهات المسؤولة عبر مراسلات سابقة بتمديد القانون 41/23 الخاص بإعفاء السائقين المهنيين من الديون المتراكمة، ثم تشجيعهم على الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع مراعاة ربط عملية التسجيل بالتصريح الشخصي للسائق المهني، دون إغفال أن عددا لا يستهان به من سائقي المهنيين غير مستقرين في العمل باعتبارهم أنهم غير ملاكين ولا مكترين ولا أصحاب المأدونية. وهكذا ومن باب المنطق نريد أن يصبح الأداء مقابل التغطية الصحية. وأخيرا نطالب الجهات الوصية على القطاع بالتدارك الوضع بروح الوطنية والاستجابة لمطالبنا الاعتيادية المشروعة والعادلة والتي أصبحت مستعجلة. كما شحنا في هذا الباب وضعنا عدة رسائل لدى الجهات الوصية، ما فيها السيد رئيس حكومة، السيد معالي وزير الداخلية في هذا الباب، عدة مراسلات في هذا الشأن، ودارت وقفة احتجاجية، ومن بعد خرجنا بواحد البيان ختامي، وحنا كناديو كنتسناو كناديو هاد الجهات الوصية باش إن شاء الله تكون ساعة الفراج على هاد المسألة ديال الإيفاء. الإعفاء ديال الديون المتراكمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هاد الفترة ديال 2024 و 2023. السي عبد الحق، مناش خداو هاد القضية ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ديال أنه أصبح مثلا كيتشكاو على الناس بواحد المبلغ كبير جدا، يعني كنوصلوا كتوصل حتى ل 11000 درهم 20000 درهم، شنو مين خداو هاد المنطقة؟ كما شتي كنشكر الأخ ديالنا الصحفي ديالنا ديال الجريدة الإلكترونية، هاد المبلغ وهذا الرصيد اللي هو بداو كيراسلوا لدى السائقين المهنيين عبر الهاتف رساله مضمونه، هادو خداو على اثر البطاقه المهنيه. ونحن ما كانش في العلم ديالنا من اللي استر
الورش الحمايه الاجتماعيه في 2023. كانوا حنا كسائقين مهنيين كانوا يبلغونا برسائل مضمونه كريكوموندي كتوعيه، حنا لحد الان حتى واحد ما توصل، كيتوصلوا الا عندك الحز، عندك واحد مبلغ خيالي، عندك باش بطاقه المهنيه كاين مسكين اللي كيشتغل 10 ايام في ذاك الشهر، انها يخدم نهار ويريح نهار، وكتعرفوا راه ما عندوش استقرار في الحرفه في المهنه ديالنا. اليوم كيكون مع هذا المستغل ولا صاحب رب السياره، الغد كيكون في سياره اخرى، كتقدر السياره تطيح في عطاب، ما عندوش استقرار في العمل ديالو. وكما شفتوا هذه البطاقه المهنيه كاينين اخوان ديالنا مهنيين اللي هو عنده البوالو ما في عنده سياره اجره وعنده بطاقات اخرى مستفد منها، على سبيل المثال بطاقه ديال الوزن الثقيل الوزن الخفيف حافله نقل المسافرين، وكيصيفطوا لي ثلاثه ديال الاقتطاعات على مستوى ثلاثه ديال البطاقه المهنيه. واش هو روبو يقدر يخدم في الطاكسي ويخدم في الكاميو والرموك ويخدم في الكار؟ راه كنخدموا سبعه السوايع سته السوايع في سياره الاجره، ما يمكنش السيد غيكون عنده استمرار غيخدم في الطاكسي ويخدم في الكار، راه غيخدم مساله اما يخدم في الكار اما غيخدم في الطاكسي. هنا في هذا الباب هذا راه راسلو كاين الاخوان اللي عندهم الرقم الريبي ديالهم اللي مشاو طرام تهزو من الكونت ديالهم هاد الموط، هو كانت عنده مسكين بدون اذن هزو من الكونت ديالهم. لا ما كانش سائق، عندنا حالات سائقين معانا اللي هما اداو الواجب هزو لراسي، كان مسكين باغي يخلص طريطه ديال السكن ديالو، باغي يخلص داك صاحب المعدوني اللي كيمشي يخلصو نهار 28 كيتخلص بالفيرمو، ما في العلمش ديالو. عندنا في هذا الباب هذا عندنا ناس اللي هما اللي خدوا لهم الكونت ديالهم ما فعلموش بانه هذه المساله وما مستفدش من التغطيه الصحيه. عبد الحق، الرؤيه ديال القانون ديال 41-23 اللي هي واضحه وضوح الشمس، شنو النظر ديالكم في هذه القضيه؟ احنا كما شتي احنا المطالب ديالنا، وكما شتي كانت عندنا الوقفه وخرجنا بيان وخرجنا، احنا كنطالبوا كما كنطالبوا الجهات المسؤوله عبر كنطالبوا بتمديد القانون 41-23 الخاص بالإعفاء السائقين من الديون المتراكمة، ثم تشجيعهم على الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع مراعاة ربط عملية التسجيل بالتصريح الشخصي للسائق المهني دون إغفال. شكرا سي عبد الحق مومن. معنا عصام احد اعضاء النقابه الوطنيه المستقله لمهني سيارات الاجره والنقل، اللي غيكشف لينا هو كسائق مهني غيكشف لينا المعاناه ديال السائق المهني وكيفاش غيتعامل مع هذه القضيه ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. السلام عليكم. السلام، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عصام السيح، عضو في النقابه الوطنيه المستقله لمهني سيارات الاجره والنقل. شكرا على الاستضافه. كما تطرقت يا الاخ الكريم والمشكل ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انا كعضو لما قلت انا عندي واحد السابقه معهم، يعني انا كنت اجير في شركه وكنت كنسول كيقول لي انت غير خاص بالتغطيه لامو، يعني مع عارفين الظروف تاع كورونا ما بقيتش خدام، رجعت للطاكسي خدمت في الطاكسي، خديت البطاقه المهنيه نقدر نسميها بطاقه الشؤم ماشي بطاقه مهنيه، ولات بطاقه الشؤم على جل السائقين المهنيين. كنسقسي كيقول لك مع ناس كنا حنا كنأطروا السائقين ديالنا، كانت عندنا جلسات في جل العمالات تاع الدار البيضاء وكنا كنسولوا مسؤولين نيت على في نطاق عالي في الصندوق الوطني الاجتماعي، كنسولهم كيقول لك انت غير خاص بهذا الشيء. اذ كنت تفاجئ مؤخرا بانهم كيصيفطوا لي براري كوموندي، ها هي بالدليل مفادها انهم كيتسالوني 5000 درهم وشي حاجه، 5000 درهم. والطامه الكبرى في هذه البراق اللي بزاف الناس غيكونوا غافلين عليها هي الاخ الكريم، هي الماده 5 من القانون تاع الظاهر الشريف، يعني تحصيل الديون العامه. يعني اش كتعني هذه الماده؟ يعني الا ما خلصتيش الحز على الممتلكات ديالك. بالله عليك انت سائق مهني يلا قاتلت على قبل الدار حزوا لك، قاتل على القوت اليومي ديالك، كتلقى عندك واحد المبلغ واحد الدين، وحنا راه مع الورش الملكي، حنا بغينا ننجحوا هذا الورش الملكي، حنا معاه، ولكن بهذه الظروف هذا سوء تدبير ديال الملف، يعني الناس ما كاينش هناك تدبير ما بين الوزاره الوصيه تاع الضمان الاجتماعي ووزاره النقل واللوجيستيك، يعني خداو المعلومات ديالنا من وزاره النقل واللوجيستيك بلا علم ديالنا حنايا. والعقود راه كتعرف شنو هو العقد، اساس العقد شنو هو؟ هو تراضي الطرفين. يعني حنا الطرف ما كاينش، حنا الطرف اللي حنا اللي هذاك حنا ما كاينينش،
كياخذوا لك المعلومات ديالك صيفطوا المعلومات ديالك للدمج الاجتماعي ايد بهم كيقول لك راه عندك واحد الديون متراكمه بحالي انا 5000 درهم انا راه قليل انت ما عارف والو انا ما عارف حتى كنتفاجئ بها حتى كنتفاجئ بها جاتني براري كوموندي مشيت سلمتها كنلقى ان عندي ديون وهي كما قلت كانت الماده الخطير في الامر ماده 50 دار شهري يعني ديون عامه داخله في الديون العامه في يعني فيها الحجز بالله عليك حنا كسائقين مهنيين الله كنمشيو مع القوت اليومي ديالنا انت كتلقى عندك حنا مع حنا كنا كنطالب سنين هذه وحنا باغيين التغطيه الصحيه ولكن ماشي بهذه الطريقه ماشي بهذا سوء التدبير هذا سوء تدبير تاع الناس اللي مختصين يعني سوء تدبير يعني نهار فاش عطيتيني البطاقه المهنيه بالله عليك تعلمني يا فلان راك خديتي البطاقه المهنيه يعني راك ملزم بالاشتراكات تاع التغطيه يعني داك الساعه الا ما واكبناش غادي نكونوا حنا اللي خاطئين ولكن باش حنا ما فراسنا حتى شي حاجه حتى كتنزل علينا هذه القدره تاع الديون راه لا اله الا الله محمد رسول تقريبا من الحاله دابا كيعاني وراه جل سائقين راه كاع اللي خدا البطاقه المهنيه عنده هذا المشكل هذا راه كاين مول 9000 درهم كاين مول انا قلت لك انا اقل انا 5000 درهم كاين مول 10000 درهم كاين مول 12000 درهم كما طرق سعاده الرئيس كاين الناس اللي عندهم بطاقه المهنيه تاع السائق المهني تاع الطاكسي وكاين تاع النقل السياحي أو يعني نزلوا عليهم ثلاثه يعني باك تعرف ان التدبير ما كاينش سوء التدبير ما كاينش في هذا الملف هذا بخصوص هذا الملف ما كاينش سوء التدبير دابا الامر الخطير فيه هو ان الماده 5 اللي انه غيتم الحجز على مجموعه من عاطين بنادم اجل يعني راه بحال دابا الناس اللي كانوا عندهم مثلا دويرات دارهم في البلاد وهذه يعني اول حاجه اي حاجه في الملك ديالك يقدروا يحجزوا عليها باش ياخذوا التحصيل ديال الديون ديالهم على قبل 5000 درهم على دابا انا 5000 درهم كاين مول 9000 درهم كاين مول 10000 درهم ولكن حنا درنا واحد الوقفه انذاريه احتجاجيه كنطالبوا بتمديد القانون 4123 الخاص بالاعفاءات يعني انا ما خلاوني لا السفت لا من الاعفاء الاول يعني هما اخر يعني انا محاسبين عليا من 2023 كنهضر انا بالدلائل ماشي كنهضر هكاك ها انت ها هو ميساج بلاتي اسمح لي اسمح ها امتى مصيفطوني ليا حتى 22 ابريل لقد تم كقرا خويا لقد تم تسجيلكم بنظام التغطيه الصحيه للعمال غير الاجراء تحت الرقم ونعلمكم انه يمكنكم تحميل شهاده تسجيلكم واستكمال الاجراءات اللازمه عبر موقع او عند احد مكاتب يعني وكان الاجل شنو الاجل اللي كان بقى باش على تاع الديون بقات واحد 6 ايام بالله عليك انا يلا كنضمن القوت اليومي ديالي يعني انا يلا كنضمن القوت اليومي ديالي حتى كون مشيت عندهم القى واحد التحصيل تاع داك 5 اشهر انا ما عنديش باش نخلص داك 5 شهور ولكن ما علمونيش عصام الرساله ديالك اللي ممكن توجهها بشكل مباشر وانا كنوجهها للناس المختصين اللي مختصين في هذا الملف تاع الدمج الاجتماعي يشوفوا الوزاره الوصيه على القطاع ديالنا يعني هناك كاين سوء تدبير هذا الملف هذا فيه سوء تدبير تاع هذاك وكما كتعرفوا ان يعني كاينه استماره شروط الانخراط في الضمان الاجتماعي كاينه استماره 121 يعني خص السائق كيملاها يعني معطيات كيعطيها بحال عاطي بانه هو راه عاطي تصريح بانني انا راني مشارك في الضمان الاجتماعي بالشروط ديالكم بالواجبات ديالكم والطامه الكبرى هي الشراكات دابا الشراكه حنا كنأثروا الناس القضيه بغيت نقول لك يا سام خويا هو انه بنادم حط كونت فلوس في الكونت ديالو شو حيدوا ليه مثلا داك المبلغ من الكونت ديالو ما يعني ما يعني داخل في الدين العام يعني الدين العام هو أي عندك ممتلكات عندك كونت عندك اي حاجه يقدروا يحزوا لك عليها بالله عليك حنا كنا باغيين التطبيب حتى غنوليو في الطامه الكبرى غنوليو في الحز نوليو ديالو يعني بنادم كما قلتي بهذه العبره الدارجه بنادم يمشي ليه ديالو حنا كنا باغيين الدواء وليداتنا ونضمنوا الصحه ديالنا وننجحوا الورش الملكي حنا مع الورش الملكي حنا ماشي ضد الدوله شي حاجه ولكن بهذه الطريقه راه سوء تدبير ديال الملف برمتيه فيه سوء تدبير والطامه الكبرى هي الشراكات مبالغ الشراكات بالله عليك كاين السائق اللي جاي الشراكات اكثر من المستغل او صاحب المعدونيه واش خديتش الرؤيه ديال القانون 4123 يعني هو خاص بتمديد الاعفاءات تمديد الاعفاء الرؤيه ديالو خدينا الرؤيه ديالو وهذا هو اللي كنطالبوا به يعني كما كان الاعفاء الاول يكون الاعفاء الثاني يعني جل السائقين خداو البطائق المهنيه ديالهم يعني كاين واحد اجمالي واحد العدد كبير اللي خداو البطائق المهنيه ديالهم وحتى الناس اللي ما خداوهمش راه في العلم ديالهم ان كاينه تغطيه صحيه يعني ولا القانون راه كلشي عارفه حنا كن من هذا الشيء حنا بغينا الاعفاء الثاني باش حنا نواكبوا شهر بشهر حتى حنا نواكبوا حنا مع هذا الورش حنا باغيين ننجحوه حنا بمصلحتنا عندنا وليداتنا مراد حنا مراد السائق المهني راه كتعرف الصحه ديالو راك غادي كتاكل في صحتك راك جالس في الكوسه راك كتاكل في صحتك